Hvala, predsjedniče. Molim predsjednika Arapske republike Egipat, Abdela Fatah al-Sisija, da nam se obrati. شكرا فخامة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس والصديق العزيز ألكسندر، السادة الوزراء، أعضاء الحكومة السربية، إنه لمن دواعي سروري أن أحل ضيفا على بلدكم الصديق جمهورية صربيا للمرة الأولى، وأود الإعراب عن عميق امتناني للضيافة الكريمة من جانب فخامتكم والحكومة الصربية والشعب الصربي العظيم. واسمح لي فخامة الرئيس أن أنا أقول لك أن إذا كانت صربيا بتحب وشعبها بيحب مصر، فبرضه الشعب المصري بيكن كل الاحترام والتقدير والمحبة للشعب الصربي، ونتمنى إن احنا نستقبل المواطنين الصربيين في مصر ضيوفا علينا في 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 المقاصد السياحية يشوفوا بلدهم الثانية مصر يعني. أتطلع إلى تحقيق نتائج مثمرة خلال هذه الزيارة، والتي تأتي في توقيت حيوي لتعكس مدى الأهمية التي نوليها للعلاقات الثنائية بين بلدينا وحرصنا المشترك على الانتقال بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تمييزا. أود أن أؤكد على تطلع مصر لتعزيز علاقات التعاون مع صربيا في كافة المجالات، في ضوء ما يربط بلدينا من علاقات تاريخية ثرية، سواء على المستوى الثنائي منذ بدء العلاقات الدبلوماسية في عام 1908، أو على مستوى متعدد الأطراف من خلال دورهما البارز في تأسيس حركة عدم الانحياز، والتي احتفلت صربيا في شهر أكتوبر بالذكرى 60 لأول مرة استضافته بالبراد للحركة. واسمح لي أقول فخامة الرئيس، في مصر الشعب المصري كله يعرف أن صربيا تعني جوزيف تيتو بكل ما تعني هذه الكلمة من مكانة عظيمة لهذا الزعيم الرائع العظيم الملهم، الذي تمكن هو والرئيس عبد الناصر والرئيس نهرو من وضع لبنة عدم الانحياز في العالم لأول مرة. فخامة الرئيس، أود الإعراب عن تقديرنا للحرص الذي لمسته من جانبكم على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بين البلدين، الزخم الذي شهدته العلاقات الثنائية بين بلدينا خلال السنوات الماضية، والذي انعكس في عدد من الزيارات رفيعة المستوى من قبل مسؤولي البلدين، والتأكيد على أهمية العمل على تفعيل أطر التعاون القائمة بما يتناسب مع إمكانات وقدرات البلدين ويحقق مصلحة شعبهما. وقد جاء اجتماعنا اليوم تتويجا لجهودنا المشتركة على مدار الفترة الماضية لدفع التعاون الثنائي بين البلدين، ولوضع إطار استراتيجي متكامل تضمنه الإعلان المشترك الصادر عن الزيارة بشأن الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا، والذي يحمل أيضا تصورا مشتركا لمختلف أوجه التعاون في كافة المجالات وسبل دفعها في الفترة المقبلة، بما يؤكد إرادتنا السياسية المشتركة في هذا الشأن، ويمهد لمرحلة جديدة من الشراكة التي تربط بين البلدين. ولقد توافقت رؤانا خلال المباحثات على أهمية مواصلة آلية المشاورات السياسية بين البلدين واللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني والعلمي، وذلك لأهميتها في دفع وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات، بالإضافة إلى النظر في إمكانية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والتبادل التجاري في المنتجات الزراعية والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وعلى الصعيد الدولي، تبادلنا الرؤى ووجهات النظر حول مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك للبلدين، وعلى رأسها التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية والوضع في ليبيا، كما تناولنا قضايا موضوعية متعددة تشمل سبل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلا عن تطورات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها المتعددة على اقتصادات الدول العالم وجهود البلدين في التغلب على تلك التداعيات، بالإضافة إلى تحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة في هذا التوقيت الحيوي بما يحقق مصالح شعبي البلدين. وفي هذا الصدد، يقوم الموقف المصري على أساس تناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع، وبذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي. ومن ثم تم التأكيد على أهمية إيجاد البدائل والحلول التي تضمن تجنيب الشعوب الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية. وتناولت المباحثات أيضا جهود مصر
في حشد المجتمع الدولي لمكافحة تغير المناخ، وهو ما انعكس في حرص مصر على استضافة قمة المناخ العالمية COP27 في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، ونتطلع لمشاركة فخامتكم فخامة الرئيس فيها في سبيل المساهمة في وضع العالم على الطريق الصحيح نحو تحويل التعهدات والوعود إلى تنفيذ فعلي على الأرض. فخامة الرئيس، اسمحوا لي ختاما أن أعرب عن تقديري لضيافتكم الكريمة في بلدكم الصديق، والامتناني لفخامتكم بمنح وسام جمهورية صربيا، معربا عن تطلعي لأن تشهد الفترة القادمة مزيدا من التعاون والتنسيق بين مصر وصربيا بما يحقق الرخاء والازدهار لشعبين الصديقين، ويولد مزيدا من قوة الدافع للصداقة الممتدة التي تجمع بين شعبينا وبلدينا. شكرا لكم فخامة الرئيس. شكرا لكم. Hvala predsjedniku Sisiju, poštovane kolege, ovim je današnje obraćanje završeno. Hvala vam, pozivam.